يقول في حديث رويفع رضي الله عنه يقول اختلف في صحة الحديث، ألا يقال أو يستدل على صحته بطول عمر رويفع حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ من جهة الرواية والرجال، ما هو من جهة الرواية. لو طال عمره ووافق قول الرسول هذه مسألة غير، لكن الرواية ورجالها وأقوال الرواة هذا شيء آخر. نعم.